في المسألة رقم 10 يا شباب بيقول لي consider a large plane wall of thickness L بيساوي 4 من 10 متر and thermal conductivity ال K بتساوي 2.3 من 10 W على المتر في السيلسيوس and surface area ال A بتساوي 20 متر سكوير. تعال نكتب على طول مثال رقم 10 بيقول لي large plane wall زي كده تمام ال ال اللي هو ال thickness بتاعه ال دي بتساوي 4 من 10 متر و ال thermal conductivity بتساوي 2.3 W متر سليزيوس والـ A الـ area بتاعته 20 متر سكوير. بيقول لك the left side of the wall is maintained at a constant temperature T1 بتساوي 80. يعني الـ temperature عند اللي هو الطرف ده أو اللي هو الجنب ده T1 والـ T1 دي ثابتة 80 درجة سليزية. تمام. برضو هنا معلومة، يعني هنا برضو بقول لك الجنب ده ثابت درجة حرارته عند 80 درجة سليزية. طب ثابتة ازاي؟ انت ما تشغلش بالك، هي لها احتمالات، ممكن يكون في جنريشن في اللي هو الجنب دوت مخليه ان هو درجة حرارته ثابتة عند 80، ممكن يكون بيكتسب حرارة من اللي هو التي امبيانت اللي هنا، فنتيجة ان في انتقال حرارة بالكونفكشن ما بين السطح ده والسطح ده، فدرجة الحرارة ثابتة، بس برضه لازم يكون في هنا حاجة تثبت درجة الحرارة دي، لان زي ما احنا عارفين بيحصل لازم تحصل اللي هو التمبريتشر ديستربشن، لازم يوصل لحالة من الاكوليبريم ستيت اللي برضه هتخلي ان في تغير في درجة الحرارة. ما تشغلش بالك انت بالكلام ده كله، يعني ان هو اهم حاجة بس انت تبقى عارفها ان درجة الحرارة دي هتفضل ثابتة عند 80 درجة سيليزية. بقول لك while the right side loses heat by convection اللي هو الجنب ده بيخسر حرارة، بيحصل فيه فقد حراري باللي هو الكونفكشن to the surrounding air، وفي هنا ال تي اي ار تي امبيانت بتساوي 15 درجة سيليزية and heat transfer coefficient اللي هو ال H بتساوي 24 W على المتر سكوير في السيليزيوس. بقول لك assume a constant thermal conductivity، بقول لك في هنا K ثابتة and no heat generation، والجنريشن اللي هنا ال Q generation بتساوي صفر. تمام، مفيش هنا generation. بقول لك ايه بقى في ال no heat generation in the wall، بقول لك واحد express the differential equation and the boundary condition for steady one dimensional heat conduction through the wall. يعني ال assumption اللي عندي ال assumption اللي هو one dimensional و steady و ايه كمان و no heat generation. تمام، اظن الحالة دي احنا يعني اتكلمنا فيها المحاضرة اللي فاتت، بس برضو عشان ده بحكم ان دي مسألة فاحنا لازم نعملها تاني. يبقى كده عندنا بلين وول زي كده السمك ال اللي هو الثيرمال كونتاكتيفيتي بتاعته مديهالي، مديلك السمك، مديلك الاريا، مديلك اللي هو درجه حراره دي، بقول لك ان هي درجه حراره ثابته، مديلك برضو ان هو بيفقد حراره من هنا، معنى ان هو قال لك ان في فقد حراري من هنا، يبقى انت ما تاخدش في بالك بقى ان هيحصل فقد حراري من هنا، انت تاخد بالك ان درجه الحراره دي ثابته. هل هو اكتسبها ازاي؟ هل هيكتسب درجة الحرارة دي ازاي؟ معنى يعني برضو ما فيش فينا جنريشن، فبالتالي ان الحرارة دي هيكتسبها، مش هيفقد، او مش الوسط ده هيحصل فيه فقد حرارة، لا، معنى هنا ان هو بيكسب درجة الحرارة دي توصل ل 80 ثابتة. تمام، فانت بقى ما تشغلش بالك ان في فقد هنا ولا الكلام ده، انت تشغل بالك بس ان درجة الحرارة هنا 80 تتعامل معاها. هنفترض مثلا ان الاورجن هو النقطة دي، ده اكس وده واي مثلا. بقول لك express the differential equation and the boundary condition for steady one dimensional heat conduction through the wall. دي ال assumption بتاعتنا حطيناها، نبدأ بقى ان احنا apply ال heat diffusion. الصورة واضحة ولا لأ؟ الصورة ماشي خلاص المسألة
heat diffusion equation in plain wall. كانت بتقول اللي هو موضوع الكاميرا ده برضو مشكلة، الواحد دايما بيبقى مشغول بالكاميرا. بارشال تربيع تي على بارشال اكس تربيع زائد بارشال تربيع تي على بارشال واي تربيع زائد بارشال تربيع تي على بارشال زد تربيع زائد كيو جنريشن على الكي هتساوي الواحد على الالفا بارشال تي على بارشال تي. تمام، نبدأ بقى نطبق على حسب الاسامبشن بتاعتنا. الاسامبشن بتاعتنا بتقول لي 1 دايمنشنال يبقى ده يطير وده يطير، بتقول لي برضه ان هو ستيدي يبقى ده يطير، بتقول لي برضه ان هو نو هيت جنريشن يبقى ده يطير. طبعا مش هنقعد نشرح في ازاي الحاجات دي بتطير ولا ايه السبب، لان الكلام ده احنا اتكلمنا فيه المحاضرة اللي فاتت. فلو حضرتك عندك مشكلة في الكلام ده تقدر ترجع للمحاضرة اللي فاتت. ولو في حاجة مثلا مش واضحة او انت برضه يعني ما استوعبتهاش من الكلام يعني، تقدر تكتب في الكومنتات وانا ان شاء الله احاول نرد عليك. نبدأ برضو ان احنا نطلع المعادلة اللي هي بارشل تربيع تي على بارشل اكس تربيع بتساوي صفر. لو عملت تكامل اللي هو المعادلة دي هتبقى بارشل تي على بارشل اكس هتساوي سي واحد، ودي خطوة واحد. لو عملت التكامل كم مرة هتبقى تي فانكشن اوف اكس بتساوي سي واحد في اكس زائد سي اتنين، وهي دي اللي هو تعتبر التمبريتشر ديستربشن اللي عندي، اللي هو المعادله اللي انا لسه بقى هفرض الباوندري كونديشن بتاعتي عليها. ماشي، هتقول بقى في الباوندري كونديشن ايه؟ زي ما احنا اتفقنا ان درجه الحراره هنا في السطح ده درجه ثابته عند الاكس بتساوي صفر، احنا فرضنا ان دي نقطه الاورجن عند الاكس بتساوي صفر، درجه الحراره هنا تي واحد بتساوي 80 درجه سليزيه. تعال نحطها، هتقول له كده في الباوندري كونديشن اللي عندك boundary condition t function of x بتساوي صفر هتساوي 80 سيليزيوس. هتعوض في المعادلة دي هتطلع عندك t function of x بتساوي صفر هتساوي c2 هتساوي 80 سيليزيوس، وبالتالي ان c2 هتساوي 80. تمام، ما تيجي كده تحطها في المعادلة تبقى t function of x بتساوي c واحد x زائد 80 درجة سليزية. ماشي. في الباوندري كونديشن التانية، في الباوندري كونديشن التانية تمام، هو قال لك ان في فقد حراري هنا، كميه الحراره الموجوده في السطح ده احنا قلنا ان درجه الحراره ثابته، فاكيد الحراره بتنتقل من هنا لهنا بالكوندكشن، وفي كميه الحراره نفس كميه الحراره اللي بتنتقل برضو بالكوندكشن دي بتنتقل من السطح ده اللي هو الهواء بالكونفكشن، اللي احنا كنا بنسميها على فكره احنا نتيجه دي خدناها حاله في الباوندري كونديشن لو انت حضرت المحاضره، اللي هي كان اسمها الكوندكشن سيرفس كونفكشن. ماشي، هنا بقى نبدأ نحط الكيو كوندكشن بتساوي الكيو كونفكشن عند الاكس بتساوي ال، الاكس برضو بتساوي ال. تمام، تبدأ تحط القوانين، تبقى سالب ك في الـ A بارشال تي على بارشال اكس هتساوي ال اتش في الاي في التي اس ناقص التي امبيانت. ما تيجي كده بس في الاول تطلع لي التي اس بتساوي كام. التي اس من المعادله دي احتمال ان احنا نعرف نطلعها، يعني التي اس في المعادله دي من المعادله دي هتساوي اللي هو التمبريتشر عند ال ال، وبالتالي هتساوي سي واحد في ال ال زائد 80 درجة سليزية. تمام، يعني هي temperature at T surface اللي عندي طلعت مجهول في اللي هو ال L ودي معطى، ومجهول في بس عايزين اللي هو ال C1. مظبوط كده. مظبوط، وعندي برضو في المعادلة دي احنا عندنا ال area بتساوي ال area، نطيرهم مع بعض، اكتب بالاحمر عشان يبان.
الاريا بتساوي الاريا، تمام. عندي الكي معطى وعندي الاتش معطى، والسر اللي هو التي سيرفس انا طلعتها بدلالة الايه، بدلالة السي واحد، وعندي التي امبيانت معطى، وعندي كمان اللي هو البارشال تي على بارشال اكس، البارشال تي على بارشال اكس طلعت بالسي واحد. طب ما تيجي كده نعوض عن الكلام ده، يبقى سالب كي في اللي هو السي واحد هتساوي الاتش في التي اس اللي عندي انا طلعتها بسي واحد في ال زائد 80 سيليزيوس، ناقص تي امبيانت اللي هي ب 15 سيليزيوس، تمام كده. تمام، اظن انا كده ما عنديش غير ايه اللي هي السي واحد انا اقدر اطلعها عادي. يبقى عندي سالب الكي اللي هي 2.3 في السي واحد هتساوي اللي هو الاتش اللي عندي ب 24 في السي واحد في ال ال اللي هي ب 4 من 10 متر زائد 80 ناقص 15. بالتالي اقدر ان انا دي فيه على فكرة اطلع السي واحد هتساوي كام بالآلة الحاسبة. وبكده يا شباب السي واحد هتطلع بسالب 131.1 من 10، تمام. ولما تيجي تعوض بقى بالسي واحد والسي اتنين في اللي هو تي فانكشن اوف اكس اللي هي سي واحد في اكس زائد سي اتنين هتساوي اللي هو سالب 131، سي واحد بسالب 131 في اكس زائد 80، تمام كده. تعالوا نشوف بقى هو كان طالب ايه في المعادلة. هو كان طالب في المعادلة بيقول لك express the differential equation and the boundary condition for a steady one dimensional through the plane wall. وهو مطلعها في الاخر اللي هو يعني كان طالب انك تعمل الباوندري اللي هو اللي هي الديفيجن ايكويشن، وتعمل الديفرنشال ايكويشن بتاعك اللي هو التكامل، وتطلع تستخدم الباوندري كونديشن عشان تطلع في الاخر اللي هو التمبريتشر ديستربشن. وطلعها في الاخر برضو زي ما احنا مطلعينها تي اكس تي ده فانكشن اوف اكس بتساوي 80 ناقص 131.1 من 10 في اكس زي ما احنا مطلعينها كده، تمام. بعد كده بيقول لك ايه، obtain a relation for the variation of temperature in the wall by solving the differential equation. Obtain a relation the variation of temperature. وهو ده اللي طلعناه على فكرة. هو كان طالب هنا بس لحد ال boundary condition بتاعتك، يعني انت ايه لحد ال boundary condition بتطلع سي واحد وسي اتنين. احنا بقى قلنا نطلعها بالمرة، يعني اللي هو ايه بما انك طلعت سي واحد وسي اتنين فانت بتعوض، ما فيش غير خطوة واحدة انك بتعوض بس في الايه في المعادلة دي عشان تطلع ال temperature distribution، وهي دي اللي هو المطلوب التاني اللي كان طالب منك. في المطلوب التالت بقول لك اللي هو السي، بقول لك evaluate the rate of heat transfer through the wall. عايز الهيت اللي هو الايه ال rate of heat transfer through the wall، ودي هتطلعها اللي هو عايز يعني نرجع بس لمسألتنا تاني. هو عايز كمية الحرارة اللي بتنتقل خلال ال wall اللي هي Q conduction هتساوي كام؟ هتساوي الكيو كوندكشن بتساوي، نعملها هنا بس عشان ما نفضلش نروح ونيجي، الكيو بتساوي سالب كي في الاي بارشل تي على بارشل اكس هتساوي برضو سالب الكي بتساوي عندي 2.3 من 10 في الاريا اللي هو مدهاني ب 20 متر في البارشال تي على بارشال اكس. بقى انا مش ايه مش هفضل بقى اطلع استخدم المعادلة دي واحسب تي هنا تي اتنين والتي واحد معايا والكلام ده، لا انا على طول انا معايا البارشال تي على بارشال اكس انا طلعها في الديفرنشال ايكويشن بتاعي بسي واحد، والسي واحد بتاعتي طلعها بسالب 131، فدي تغني على ان انا بقى ايه افضل احسب اللي هو البارشال تي على بارشال اكس. لما تيجي تعوض اللي هو سالب 2.3 في 20 في سالب 131.1 هتطلع عندي ب 6030.6 من 10 W، تمام. وهو ده الناتج اللي هو طالع معايا في المسألة في نهاية المسألة.